يأتي تنظيم المعرض ضمن الخطط والبرامج المعتمدة لدى مكتب الصناعات الحرفية بمحافظة مسندم، ويهدف إلى تشجيع الحرفيين وأصحاب المشاريع الحرفية بالنهوض بمنتجاتهم وتعريف أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين والزوار لمحافظة مسندم بالحرف التي تزخر بها. الهدف هو تسويق المنتجات الحرفية للحرفيين وترويج القطاع الحرفي، والقطاع الحرفي قطاع واعد ومستمر إن شاء الله، وهذا هو هذه الفكرة بإنشاء المعارض هي دعم للحرفيين والمؤسسات الصغيرة والحرفية. تنوعت المنتجات التي اشتمل عليها المعرض كالصناعات الخشبية والبخور والعود والمشغولات اليدوية والمنسوجات المطورة، والتي جاءت نتاج ورش العمل والدورات التي قدمها المكتب خلال فترات سابقة، والتي أضافت إلى الحرفيين في المحافظة معارف وخبرات في تطوير حرفهم بما يتماشى ويتناسب مع الوقت الحالي، وما يمكن أن يفتح فرصا أفضل لتسويق هذه المنتجات الحرفية خاصة للسائحين وزائري المحافظة. والله هي تشجيع لنا بصراحة، يعني إن نمارس المهنة وما نتركها يعني، ونتعلم أشياء جديدة من ربعنا، يعني كل واحد عنده منتج يعني غير تفرق عن الثاني، وإحنا ناخذ خبرة يعني تعرف عليك الناس إنك تشتغل في هذه الحرفة، وإنك يعني تنتج وإنك تعمل بهذه الشغلة، ويعني يصير يطلبوا منك يعني هذه الأشياء مرة ثانية، يعني تذكر ويصير اسمك يعني معروف إنك عندك هذه الحرفة. برز الهوية العمانية في محافظة مسندم بالنسبة للمنتجات الحرفية من خشبيات وطينيات، مثل الحين بدأ الشباب الأشياء الكبيرة اللي هي كبيرة يسوي أشياء مجسمات صغيرة، نفس اليروز المصغرة، واللي عندك الميداليات المصغرة، وعندك حتى السفن الكبيرة يسوون على مجسمات صغيرة في جميع الحرف، كان الحين على تكون سهلة في أيدي السواح والزائرين. تواصل هذه المعارض يأتي في إطار حرص الجهات المعنية بالحرفيين والحرف العمانية التقليدية على إيجاد منافذ بيع وتسويق لأصحاب هذه الحرف والمنتجات، وكذلك بعض أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتسويق منتجاتهم والمنافسة بها في السوق المحلية. هذه المنتجات الحرفية المختلفة والمتنوعة تبحث دائما عن منافذ تسويقية، وهذا هو الدور الذي تقوم به مختلف المؤسسات التي ترعى الحرفيين في السلطنة. من ولاية خصب محافظة مسندم، نجم بن عبد الله الشحي.